اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيفي اللي منورني ومشرفني، نجم منتخب مصر والنادي الاهلي كره اليد، الكابتن محمد عبد الوارث. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك يا كابتن عيسى، منورنا في قناه النادي الاهلي، ده بيتك يعني. الله يخليك، نورك يا كابتن عيسى. كابتن محمد، يعني اكيد حضرتك تابعت بطوله افريقيا، يمكن ده الحدث اهم. بكره نهائي افريقيا الساعه 9 مصر والراس الاخضر، في اول مره في التاريخ الراس الاخضر توصل. كلمنا بشكل عام على المنتخب، يعني كلمني على الاستعدادات، خلينا نرجع للبطوله شويه. المنتخب استعد ازاي لهذه البطوله؟ ايه يعني كان هدفه من البطوله دي؟ يعني كلمنا بشكل عام عن البطوله من خارج لغايه ما نخش في التفاصيل. والله المنتخب استعداده كان عباره عن بطوله البحر المتوسط، خد فيها ميداليه، كانت نهائي ما بينه وبين اسبانيا، طبعا عمل ماتش قوي. البدايات اللي قبل كده كان طبعا ضغط الدوري والدنيا ما كانتش، يعني ما كانش في وقت ان هم يبقى فيه استعداد كبير، معسكرات كتير ان هم يقدروا يبقى فيه. هي كانت بالنسبه له بطوله البحر المتوسط، هي دي كان الاستعداد لبطوله افريقيا. طب تونس اشتركت في البحر المتوسط برضه؟ طبعا تونس كانت موجوده في البحر المتوسط. الجزائر كانت هناك طبعا. طبعا كل يعني الفرق، انا اقول لحضرتك انه اغلب المنافسين او اغلب الناس بالزبط. او اغلب الفرق القويه بالزبط. كانت في البحر المتوسط، فكان اغلب الفرق او الثلاث فرق الكبار اللي هم مصر الجزائر تونس كانوا مشاركين، والمغرب كمان شاركت في بطوله محمد المتوسط ولا ما شاركتش؟ المغرب لا تقريبا لا ما شاركوش. صح، تقريبا يعني بلغوني ما شاركوش. فاذا انت عندك ثلاث فرق من شمال افريقيا، اثنين ومن مصر، فاذا يعني كانت هي الاستعداد الاساسي بطوله البحر المتوسط. طبعا تقريبا. طيب. عن كل الفرق المنتخب يعني شايفه اعماره السنيه، هل هو كمنتخب للمستقبل ولا حاضر فقط؟ لا طبعا منتخب للمستقبل طبعا، مش الحاضر. دلوقتي في عناصر شابه كتير، في وجوه جديده تبدا تخش، زي مهاب ده مواليد 2002 2003 كمان. مهاب سعيد. مهاب سعيد اللي هو العيله النائب النادي الاهلي، لعيب هايل جدا وليه مستقبل هايل جدا. بقيه الاعمار اللي موجوده يعني تقريبا اكبر اعمار مواليد 88، باستثناء احمد الاحمر هو القائد كابتن الفريق طبعا، هو مواليد 84. لكن باقي الاعمار في بقى ال 92 و90 88 94، يعني الاعمار بتقل، فعندك لسه قدامهم يعني وقت كبير جدا ولسه مشوار طويل. وبصراحه بروندو عامل تشكيله هايله جدا، الاعمار السنيه اللي موجوده في منها خبرات، ويعني حتى الاعمار السنيه اللي هم الصغيرين عندهم خبرات، لعبوا فترات كتيره مع الانديه بتاعتهم فعندهم خبرات كويسه، ولعبوا منتخبات شباب. يمكن عندنا طبعًا مجموعه طبعًا جيده جدا، سواء في الانديه المصريه في الاهلي والزمالك بالاخص، لعبوا منتخبات وحصلوا على بطولات عالم، يعني اكيد طبعا، يعني مش بطولات ميداليات او مراكز عالميه كمان، وزائد بطوله عالم كمان أكيد حصلنا طبعًا عليها. فشايف انهم عندهم خبرات جيده. طبعا، وده بان في البطوله. يعني ما بالغش مدير فني المنتخب الجزائري لما قال ان مصر هتتسيد القاره الافريقيه في كره اليد لمده 10 سنوات قادمه. لا هو يعني هو ده الطبيعي، وده اللي احنا شايفينه من بطوله العالم اللي كانت موجوده في مصر عندنا، زائد بعديها الاولمبياد. لا كان واضح وصريح جدا لكل الناس ان فعلا منتخب مصر هو دلوقتي بيتسيد وهيتسيد فتره طويله كمان. طب يا كابتن، يعني ترجع ده لايه؟ يعني برضو احنا محتاجين نحلل ليه كره اليد دايما كلعبه جماعيه افضل لعبه جماعيه في مصر من ناحيه الانجازات الدولية. بس عايز أقول حاجة، يعني كرة اليد يمكن هي متركزة أكتر في أوروبا، أمريكا اللاتينية مش بالقوة الكافية، يمكن أمريكا نفسها دولة كبيرة، الصين مش موجودة، آسيا تقريبا مش موجودة. فإذا الدول قليلة اللي موجودة، ولكن أوروبا عدد الفرق اللي بتشارك كتير. يعني أوروبا لو بنقول مثلا في كرة السلة هم 5 6 7 دول كبار، لا كرة اليد كل أوروبا جامدة. طبعا. طيب شايف ده بترجعه ليه؟ ليه احنا مميزين كده؟ اول حاجه، لعبه الهاندبول هي لعبه تقدر تصنع لاعب فيها، هي مش محتاجه المهاره على قد ما هي ان انت تقدر تصنع لعيب. بغض النظر لو في عندك موهبه موجوده، دي التطوير بتاعها بيبقى سهل، مش محتاجه صعوبه زي كره القدم ان هو لازم موهبه تبقى موجوده لازم. لا، لكن الهاندبول عندنا لا، تقدر ممكن اي لعيب اي لعيب ممكن في خلال سنه سنتين تقدر تحوله لعيب هاندبول ولعيب هاندبول هايل. طب هل اللعبه كمان بتناسب نمط الجسماني المصري، الجينات المصريه؟ دلوقتي طبعا في الجينات وال يعني الفتره الموجوده دلوقتي في طفره حصلت في الجينات، في البدنيه، في الاجيال اللي موجوده من اول الاجيال اللي هو 2000 و2002 و2004
وفي الاجيال اللي بعديهم لا في ما شاء يعني الله. يعني اصل حضرتك ان احنا لما اهتمينا بالناحيه البدنيه طبعا طبعا بقى ده مع جيناتنا باني الطفره باني الشكل بالظبط. وكمان اللي حصل ان في تطور حصل كبير قوي في الهاندبول. نعم. طريقه اللعب نفسها اسلوب اللعب نفسه زائد ان الدنيا بقت مفتوحه اكتر بالنسبه للعيبه الهاندبول دلوقتي ان هو يقدر يسافر. الاول ما كانش صحيح. الموضوع صعب يعني الاول كان موضوع صعب جدا. انديه متمسكه بلاعبيها طبعا انديه متمسكه كان الاتحاد كمان كان فيه لوائح موجوده ان هو الاتحاد لازم بقرار من الاتحاد ان هو يطلع. لكن دلوقتي اللعيب بقى حر مجرد ان هو عقده بينتهي بيقدر يسافر في اي حته. الايجنت بقى موجود كتير جدا ان هو يقدر لعيب يطلع يلعب هنا ويلعب هنا ويلعب هنا. وبدليل اللي احنا عندنا في منتخب مصر في لا يقل عن 6-7 بره بيلعبوا في الخارج. محمد علي سند دودو الدرع يحيى خالد علي زين علي زين طبعا بطل اوروبا مع برشلونه. فطبعا الحاجات دي ما كناش لاقيين يعني ما كانتش موجوده الفتره الاخيره. فدي طبعا سبب من الاسباب ان اللعيبه بدات تنضج فنيا. يعني بقى الفرق ما بينها وما بين لعيبه اوروبا لا انا زي زيك ما فيش اي اختلاف. فهو ده اللي حصل التطور. زي طبعا تطور الهاندبول نفسه اتغير. فانا شايف ان لعبه الهاندبول بالنسبه لمصر هي طبعا حاجة هتفضل موجودة عمرها ما هتنتهي. هتفضل موجودة في البطولات العالمية وهنفضل موجودين من أول أربعة مش هنقول من أول سبعة زي ما كنا بنقول قبل كده. هنبدأ من أول طبعا إحنا دلوقتي الحمد لله دلوقتي من الأربعة الأوائل حتى في الأولمبيات اللي هي أعلى بطولة موجودة. أنت تقدر توصل وتقدر توصل بسهولة. طب سؤال يا كابتن محمد، هل مستر بروندو المدير الفني لمنتخب مصر اضاف لمنتخب مصر؟ طبعا اضاف كتير جدا. طريقه اللعب اصلا الطريقه الاسبانيه هي انا من وجهه نظري هي قريبه او اللعيب المصري يقدر يتاقلم عليها بسهوله. وده مش في اليد ظهر بس، ده كمان في السله. طبعا يعني المدرسه الاسبانيه مناسبه يمكن نمط الجسماني قريب من بالظبط. يعني فحضرتك شايف انه اضاف برضه؟ اضاف بطريقه غير طبيعيه. انا دي من وجهه نظري هو عنده هو بيبص على التفاصيل الحاجات الدقيقه جدا هي دي اللي بتغير الشكل. هي دي اللي بتحصل الطفره وتخلي اللعيب نفسه ان هو ازاي تبقى انت فاهم اللي انت بتعمله مش مجرد ان انت نازل تادي. صحيح. انت اهم حاجه تبقى فاهم وتبقى مقتنع انت بتعمل ايه وامكانياتك ايه كمان بالظبط وعايز تروح فين بالظبط. هو بيلعب على كل الامكانيات اللي موجوده عنده. امتى ده يبقى موجود امتى ده يبقى موجود. ودلوقتي بطوله افريقيا انا شايف الفرق اللي موجوده مش بالقوه الكامله. فهو دي حاجه ساعدته دي من وجهه نظري ان هو بدا يشارك كل المجموعه اللي معاه فيبدا يقدر يبقى عنده يكتشف كتير يبدا جديد. بالظبط يبدا يعمل يعني يبدا يشوف عناصر جديده يبدا يدخل عناصر جديده موجوده. وده اللي حصل منه. ممكن نكون في ماتشات كانت الدنيا بدات يعني هو ماتش تونس بالذات الماتشات كلها احنا كاسبين احنا كاسبين سكور ماتش تونس اللي هو هو بدا يبدا يغير التشكيلات يبدا يشوف يبدا يبقى في تطور. طب يا كابتن يعني في البعض بيقول انه احنا بنكسب عشان المنتخبات ضعيفه في الوقت اللي احنا بنقول احنا يعني كناس فني يعني فنيين وفاهمين الرياضه ان لا احنا مسهلين الدنيا عشان منتخبنا قوي. دي حقيقه. انما المنتخبات مش ضعيفه بدليل الكونغو طلع مع تونس بعد اكسترا تايم. عندك راس الاخضر طلعت المغرب بالظبط. فالمنتخبات لا يعني في مفاجآت فاذا الموضوع احنا اللي مسهلين الدنيا علينا مش بالظبط ان الفرقه ضعيفه. انت معاني راي؟ لا بص انا هي انا رايي طبعا احنا المنتخب بتاعنا هو مش منتخب ضعيف. هو مستر بروندو هو دلوقتي زي ما قلت لك هو بيدور على ان هو يبقى فيه تغييرات يبقى فيه بدايل وجيل جديد. عشان طبعا عشان اجيال جديده تطلع. فهو بيدور على الحته دي. فهي الناس يعني المنتخبات التانية مش ضعيفة. المنتخبات التانية طبعا مش ضعيفة. احنا طبعا الفريق طبعا قوي جدا عندنا عناصر قوية جدا. هو بيريح العناصر دي كمان. وهو في ممكن يكون فرقة تونس مثلا فيها تغييرات فيها نواقص انا معهم طبعا. بس فرقة تونس طبعا طول عمرها ماتشات مصر وتونس طبعاً. ليها شكل تاني. ماتشات مصر والجزائر ليها شكل تاني. لا انا مش شايف ان في ضعف من الفرق قد ما في برضو عندهم هم تغييرات وهم عندهم تجديد الدم موجود في الفريق. فده ما يقللش منهم ده ما يقولش طبعًا. ان هو ده فرقه ضعيفه لا عندهم عناصر وشباب كويسين جدا طبعًا. بس هي ممكن يكون الفتره بتاعتهم ما خدوهاش الكافيه
الخبرات ما مش موجوده الكافيه، بس كعناصر لا عناصر قويه جدا. طب كابتن خلينا برضو الساده المشاهدين عشان يبقوا يعني مقربين من الارقام، في سجل تاريخي لابطال الامم، يعني تمام. اكتر دوله حصلت على البطولات وتواريخها، يعني لو حضرتك تستعرض مع الساده المشاهدين السجل التاريخي لابطال امم افريقيا لكره اليد، اتفضل يا كابتن. هو طبعا السجل التاريخي لابطال افريقيا كان طبعا تونس رقم واحد 10 مرات، مصر 7 مرات، الجزائر 7 مرات، تونس 94 76 74 76 79 94 98 2002 2006 2010 12 18. نعم. منتخب مصر 91 92 2000 2004 2008 2016 2020. الجزائر 81 83 85 87 89 96 2014. يعني يا كابتن خلينا يعني نتكلم يعني بتفاصيل اكتر شويه، يعني تونس واخده ثلاث القاب في السبعينات. تمام. مصر كانت شبه متغيبه تماما. دي حقيقة. مفيش يعني اليد انا اللي اعرفه بدانا في الثمانينات. في يعني في اواخر يعني في اواخر الثمانينات كمان. اللي هو احنا بدانا من اول 91 بالزبط. اللي هو بداية يعني الله ينور حضرتك اواخر الثمانينات. هنشوف تونس كمان، يعني تونس واخدة يعني ثلاث القاب من قبل احنا ما نخش في المنافسة خالص. بالظبط. جينا لما دخلنا في المنافسة تونس كنا بنتبادل مع بعض الايه النتائج، يعني احنا خدنا 91 وخدنا 92 2000 هم خدوا 94 وخدوا 98، يعني في الحقبه دي التسعينات مصر وتونس تشاركا في اربع القاب في التسعينات. تمام. من اول الالفينات لا مصر واخده من اول بقى من اول 2000 مصر واخده 1 2 3 4 5 القاب في الالفينات. تمام. في الوقت اللي تونس اللي هو الحامل اللقب التاريخي حصل فقط على من اول الالفينات 1 2 3 4 5 برضه. خمسة. تمام. يعني من اول 2000 حتى الان 2022 10 القاب، خمسه مصر خمسه تونس. بالظبط. فبرضه ده يدللك ان يعني منتخب تونس في الالفينات والسبعينات يمكن هو فتره التسعينات كان غايب شويه، لان بالزبط. في وقت التسعينات مصر كانت دخلت تخش بقوه فيها. بالظبط كده. طيب الجزائر مثلا، الجزائر خدت اغلب القابها في الثمانينات. في الثمانينات 81 83 85 تقريبا كله ثمانينات، وحقبه الثمانينات كلها واخدها اللي هي الخمس بطولات في الثمانينات الجزائر اللي واخدها. بعد كده خدت لقب واحد في التسعينات ولقب واحد بعد الالفينات. بالزبط. يعني من 2000 ل 2010 ولا لقب. بالزبط. فالجزائر من اخر 22 سنه هي تعتبر بعيده تماما لقب واحد في اخر 22 سنه. هو كان في فتره دروب كامله في الفتره دي لبطوله افريقيا نفسها للمنتخبات كلها، ما كانتش فيه التوازن نفسه ما كانش موجود. كان الفرق كان برضو كان الطفرة بتحصل بس لسه ما وصلتش عندنا. نعم. الطفرات اللي كانت بتحصل كانت بتحصل في أوروبا بس لسه ما وصلتش عندنا في مصر. فطبعا أول ما وصلت عندنا في مصر بدأ الشكل يتغير تمام. نعم. طيب احنا كنا برضو عايزين زي ما حللنا السجل التاريخي لابطال امم افريقيا نروح للدول اللي صدفتها، بس اعرف يعني تحليل حضرتك بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عن بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد والنهائي بكرة مصر والرأس الأخضر، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد ومستمرين طبعا في تحليلنا للأرقام والإحصائيات لبطولة أفريقيا لكرة اليد وطبعا النهائي بكرة مصر والرأس الأخضر. كابتن محمد عبد الوارث ضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو. يمكن كلامنا بالفاصل يا كابتن محمد عن الابطال التاريخيين لبطوله افريقيا، يمكن تونس في المركز الاول ب10 القاب، مصر السابع، ان شاء الله بكره يبقى اللقب الثامن إن شاء الله. ياتي بعد ذلك الجزائر ب7 القاب. خلينا نروح للدول الاكثر استضافه لبطوله الامم افريقيا عبر التاريخ، اتفضل يا كابتن. طبعا مصر ست اعوام 83 91 2004 2010 2016 22. نعم. وبعديها تونس خمس مرات 74 81 94 2006 2020. وبعديها الجزائر اربع مرات 67 89 76 سوري 76 89 2000 2014. في بعديها المغرب ثلاث مرات 87 2002 2012، واخيرا انغولا مرتين 85 و2008. فيما بقى استضاف في خمس بطولات، كانت الكونغو، كانت كوت ديفوار، كانت كل بلد مره واحده. بالظبط. كونغو، كوت ديفوار، بنين، جنوب افريقيا، الجابون.
بس الملاحظه يا كابتن انه الاتحاد الافريقي حرص في يمكن اخر 10 سنوات لو بصينا كده على تنوع استضافه بطولات افريقيا. يمكن دي منصوري اريمو رئيس الاتحاد الافريقي كان حريص, او من الاتحاد بتاعه كان حريص انه ينشر اللعبه اكتر. أكيد ويمكن طبعا. نشر اللعبه ده بيكون يعني من اوائل يعني طرقه او الاسلوب بتاعه ان انت تنظم البطوله الكبيره او الاكبر في دوله من الدول. تمام. يعني هنلاقي مثلا الجابون في 2018 مثلا دوله بعيده خالص عن الخريطه ودخلت في 2015. عندنا كمان لو بصيت 2014 الجزائر, عندنا 2000 مثلا وانجولا 2008 يعني قصدي المغرب 2012 بالظبط ان هو نجح في, والمغرب 2012 و2002 يعني تحس ان برضو الاتحاد الافريقي عنده رؤيه لنشر اللعبه جوه افريقيا, وده دليل النهارده ان الفاينل الراس الاخضر بالظبط. طبعا في زي ما قلنا احنا في البطوله دي في مفاجآت كبيره جدا, بدات الفرق الافريقيه بدات تظهر بشكل, بدا اللعيبه الافريقيه بدات تبان على الساحه الاوروبيه كمان, في الساحه في الدول الخليج بدات تبقى منتشره كتير جدا, وده اللي بان في البطوله السنه دي ان هي ان لا في فرق افريقيه موجوده في المربع, في فرق افريقيه موجوده يعني زي فرقه اسمه ده الكره الديمقراطيه والراس الاخضر طبعا ان هي تبقى اول مره. طبعا الكونغو الديمقراطيه من بقالها فتره يعني فيها عناصر موجوده كويسه, وجايبين مدربين اجانب, وفي طبعا مدربين اجانب. راس الاخضر طبعا ان هي تبقى موجوده في نهائي بطوله افريقيا اول مره في التاريخ, حسب مين؟ حسب المغرب بالظبط. فطبعا لا انا شايف ان هي الاتحاد الافريقي طبعا وقبليها على حساب انجولا, يعني خلي بالك طلعت اطاحت بفرقتين اقوياء جدا. وعايز اقول لك على حاجه, انا مش عارف حضرتك تشاركني الراي ولا, انا شايف ماتش بكره في البدايه هيكون صعب, يعني راس الاخضر في البدايه هيكون المباراه فيها شد وجذب, بدون ضغوط وبيلعبوا, عايز يلعب ماتش حلو في البدايه. في البدايه هو فرقه راس الاخضر هتبقى هم عندهم ميزه, يعني هتبقى هم في حته ان هم ما فيش حاجه بيبكوا عليه, هم عملوا اللي عايزينه وبزياده. صح خلاص. فهينزل ونازل يتبسط من الاخر, هيعمل ايه اكتر من ان هو وصل فاينل مع منتخب مصر اللي هو من اول 4 اولمبيات, اول تاني بحر ابيض متوسط, بحر ابيض متوسط كاس عالم. عالم, فانت بتتكلم ان هو خلاص كده, ما اعتقدش ان هو سقف طموحه خلاص. انا هعمل ايه تاني؟ مفيش ضغوط, افهم من كلامك. بيلعب طبعا, هو ما عندوش ضغط. خلي بالك دي تاني مشاركه الراس الاخضر, يعني الراس الاخضر في مدار تاريخه شارك مره ودي التانيه يوصل فاينل بالظبط. فدي طبعا بالنسبه له ان هو احنا منتخب مصر قلب عليه عبء كبير جدا وضغط كبير جدا في بدايه المباراه, لو ما قدرش يسيطر عليها هيلاقي طول المباراه الماتش زي ما بنقول كده هيبقى فيه رخامه في المباراه. كنا نطلع نقول ماتش رخم بالظبط, وانا ما احطش نفسي تحت ضغط, لازم من بدايه اول 10 دقائق لازم انهي الموضوع بدون اصابات, بدون بالزبط. مشاكل, بدون شد اي حاجة. انا بلعب يعني في ارضي قدام جمهوري, ناس جايه كلها عشان تشجعني, مش عايز ابقى في موضوع في شده, على قد ان هو برده ممكن توصل حته ان هو ايه, انا هكسب في الاخر. لا, كلمه انا هكسب في الاخر دي ممكن ما تجيش, وبخاصه ان احنا عندنا مفاتيح, عندنا لعيبه بتلعب في اعظم الدوريات في اوروبا, ومش بيلعبوا بس, عندنا سند, عندنا يحيى خالد, عندنا علي زين, يحيى الدرع, عندنا يحيى الدرع, محمد علي, الطيار, ممدوح هاشم, خيري برضو رجع الاهلي السنه دي. لا في مجموعه كبيره, عناصر كبيره يعني جدا. يعني انا قصدي اقول ان حضرتك بتقول ان منتخب مصر يملك الادوات اللي يقدر بيحسم المباراه بكره. اكيد طبعا, اكيد. وانا من رايي ان هو لازم يحسم المباراه من البدايه عشان يبدا يرتاح. طول المباراه يبقى الدنيا مستقره, يقدر يبقى عنده فرص ان هو كل المجموعه تشارك عشان ما يحصلش اصابات, عشان ما يحصلش اجهاد, الناس تبقى براحتها, يبقى ماتش جميل, نفرح ان شاء الله ونبارك. طبعا اللقب الثامن, ونبارك للمنتخب. طبعا احنا فرحانين بالدوري بطوله العالم, بس اللقب مهم. طبعا مهم جداً. طبعا طب كابتن, خليني يعني نستعرض مع الساده المشاهدين المجموعات, يمكن الناس يعني نذكرهم كده المجموعات, وكان ايه المجموعه الاولى, ومين الفرقه المجموعه الثانيه والثالثه والرابعه, عشان يعرفوا البطوله كانت عامله ازاي. اتفضل. المجموعه الاولى طبعا كانت منتخب مصر, منتخب المغرب, الكاميرون. المجموعه الثانيه كان غينيا, الجزائر, الجابون. المجموعه الثالثه تونس, راس الاخضر, نيجيريا. المجموعه الرابعه انغولا, الكونغو, السنغال, زامبيا. طيب انا يعني من وجهه نظري كده
انه المجموعه الثالثه كانت اقوى مجموعه بالنتائج. المجموعه الثالثه دي فعلا لانها طالع منها تونس، كانت تونس والراس الاخضر بالظبط كده، ونيجيريا هتلعب بكره على كاس الرئيس. يعني انت عندك تونس وصلت قبل النهائي قدام مصر، خسرت يعني بعد اداء مشرف، وعندك الراس الاخضر وصلت فاينل مع مصر ايضا، وعندك نيجيريا بتلعب على كاس الرئيس. وخلينا نوضح كاس الرئيس ده برضو، كاس الرئيس ده الفرقه اللي بتطلع بتبقى ملهاش امل في المشاركه او امل في البطوله ما بتروحش، وبتلعب حاجه اسمها كاس الرئيس، بيقعدوا يلعبوا على كاس تاني كفرق لم تتاهل ويرتبوا من بعد الثامن، واللي بياخد الترتيب ده او اللي بياخد المجموعه دي بياخد بياخد نيجيريا والسنغال بياخد كاس الرئيس. يعني بيتهيألي المجموعه الثالثه هي الاقوى، رايك يا كابتن محمد ايه؟ طبعا المجموعه الثالثه، وانا برضو شايف ان مجموعه مصر برضو مجموعه مش ضعيفه، مجموعه قويه مع المغرب والكاميرون. الكاميرون فيها هاندبول كويس، مش ضعيف. فاب الكاميروني كمان فريق كبير. طبعا فاب الكاميروني هو من تقريبا من اكتر يعني الفرق الانديه اللي هي واخده بطولات افريقيا انديه. نعم، فاب الكاميروني. فاب الكاميروني فطبعا اللعبه فيها جيده. طبعا لا يعني عندهم عناصر قويه جدا، عندهم هاندبول كويس. انا شايف المجموعتين الاولى والثالثه هم من اكتر المجموعات اللي هي الاقوى، لان طرف قبل النهائي والنهائي من المجموعتين دول الاولى والثالثه بالظبط. هو انت طبعا هم دول اللي موجودين طبعا في المربع. بس الغريبه كابتن يعني هبوط مستوى انجولا الجميل الجديد، السنغال دخلت في كره اليد. السنغال كنا دايما باسكت كوره طبعا فولي بول، انما اليد ما كناش نسمع عن السنغال. النهارده السنغال بتلعب على كاس الرئيس مع نيجيريا. دي حاجه، رايك ايه في الملاحظه دي؟ لا دي حاجه يعني انا شايف طبعا ان هي في فرق بدات تظهر، وفي يعني في منتخبات بدات تركز في الهاندبول اكتر. نعم. عشان زي ما قلنا في البدايه لعبه الهاندبول هو سهل ان انت تصنع، صحيح مش مكلفه يعني تناسب الافارقه بشكل كبير. طريقه اللعب وطريقه لعب الهاندبول نفسه ممكن اي حد يقدر يلعبه، وممكن اي حد يبدا يتطور فيه. اقول لك على قصه يا كابتن يمكن اول مره اقولها لحضرتك. الهوا عارف كابتن مروان رجب؟ عارف طبعا كابتن مروان رجب. انا كنت في منتخب سنه 1992 منتخب كره السله تحت 18 سنه، وكان ماسكه مدير فني كابتن طلع الجنيدي. انا باكد كلام حضرتك عشان اقول لك ان انت بتتكلم صح. كان مدير فني كابتن طلع الجنيدي رحمه الله عليه، كان رئيس جهاز بعد كده، كان رئيس جهاز الرياضه، وهو كان ساعتها مدرب منتخب الشباب، جابوه عشان اهميه هذا المنتخب. كابتن محمود احمد علي رئيس الاتحاد جابه. كان مين بيلعب باسكت ساعتها في سبورتنج؟ مروان رجب. تمام. وراحت له استدعى على النادي سبورتنج، وجينا اول تجمع بيقولوا الاسامي فلان وفلان 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 وفلان، وكابتن مروان رجب من سبورتنج. فين يا جماعه كابتن مروان رجب؟ قال لك لا يا جماعه ده راح لعب مع منتخب اليد. منتخب اليد ايه ده؟ لعب معانا الدوري السنه اللي فاتت في الباسكت. قالوا لا، قالوا بابا كان، انا ما اعرفش بقى المعلومه دي صح ولا لا، بابا كان مدرب بيد. قالوا لا يا ابني سيبك من الباسكت، تعالى لعبك يد. في خلال سنه، اقل من سنه، كان في منتخب مصر لكره اليد. عندنا نفس النموذج ده، كابتن احمد سالم مدرب الفريق الاول في النادي الاهلي. طبعا. هو كان لعيب فولي ولعيب هاندبول، وفي منتخب الفولي وفي منتخب الهاندبول. شفت يعني كلامك صح بكل يعني. انا بس كابتن مروان ليه؟ لان كابتن مروان نفسي جيلي بالظبط، وكنا فانت كابتن احمد سالم ده ما اعرفهاش. لا في كابتن احمد سالم كان امثله كتير على كده. لا وفي امثله كتير في امثله كتير، ناس كانت بتلعب لعبتين ومتفوقين في منتخبين في نفس الوقت. بالظبط. هو كابتن احمد سالم كان في منتخب الفولي وكان منتخب الهاندبول. حاجه حلوه قوي. طب يا كابتن خلينا احنا بنشجع طبعا الساده المشاهدين وكل يعني عشاق الرياضه ان هم يمارسوا الرياضه مش بس يهتموا باخبارها. بالظبط. وهي دي سياسه الدوله المصريه دلوقتي، هي ممارسه الرياضه والاهتمام بالعنصر البدني والصحه العامه. خلينا يا كابتن نتكلم عن مشوار مصر في امم افريقيا لكره اليد اللي نهائي بكره، يعني نستعرض مع حضرتك مبارياتنا ونتائجنا. اتفضل يا كابتن. مشوار من اول بطوله كان مصر والكاميرون 40-17، مصر والمغرب 36-21، ربع نهائي كان مصر والجزائر 34-19، نص نهائي مصر وتونس 29-27. طب سريعا كده برضو مع مشوار راس الاخضر، برضو عشان راس الاخضر مشوارها كان صعب شويه ناخدها مع منتخب مصر. اتفضل يا كابتن. ماشي. راس الاخضر ونيجيريا 35-29، راس الاخضر وتونس 24-30 لتونس في المجموعه. ربع نهائي كان راس الاخضر وانجولا 24-23، راس الاخضر في النص نهائي مع المغرب 23
19. يبقى إذن الحصان الأسود بمعنى فعلاً. الكلمة هو الرأس الأخضر. أعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن أمم أفريقيا. لدينا المزيد، انتظرونا بعد الفاصل ما تروحوش بعيد. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين طبعا تحليلنا والهاي سبوت اللي احنا حاطينه على بطوله افريقيا لكره اليد اللي بتقام على ارض مصر والنهائي بكره ان شاء الله مصر والراس الاخضر. يمكن قبل ما اروح لاستكمال بعض الاحصائيات عندي معلومه كنت قلتها في البدايه، وهي احمد هشام سيسا. الحقيقه احمد هشام سيسا حتى الان هو هداف منتخب مصر رصيد 16 هدف. تمام. واحمد وينج، ويعني وده يعني بيدل انه يعني اللاعب يعني فورمه كويسه وفي نفس الوقت المنتخب طريقه لعبه جيده. تمام. تحليلك ايه ان احمد هشام سيسا هو هداف المنتخب؟ طبعا هو وضع طبيعي ان انا لازم عندي يبقى الوينجات هم المفروض ان هم بطريقه لعب باروندو ان هم يبقوا هدافين البطوله. طب ليه ليه في الدوري احنا مش كده؟ ما هي حسب طريقه اللعب. في مدربين اعتماد كلي ان انا دفاع فاست بريك، دي طريقه لعبي ال 70%. تمام. عشان كده ال 30% بجد بتحط بالفاست بريك بالظبط، وال 30% بتاعتي ان انا هجومي المنظم او 30 40% ده هجومي المنظم. بس باروندو بيعتمد اعتماد كلي ان انا دفاعي قوي 100% جري الفاست بريك وينجاتي اول حاجه. دي طريقه لعب باروندو، ودي الطريقة الحديثة اللي المفروض العالم كله بيبدأ يشتغل عليها، ودي الطريقة الأسهل للمكسب. صح، دفاع قوي وفاست بريك بالظبط، ده في كل الألعاب مش في اليد بس. بالظبط. ودايما هتلاقي لو جينا للإحصائيات اللي هي إحصائيات العالم والبطولات الأوروبية هتلاقي هي دي الأغلبية، هتلاقي فيه الوينجات هم أعلى أهداف. ده وضع طبيعي إن هم عندهم أسرع سند مثلا سند واخد هداف دوري فرنسي وهو وينج. فده وضع طبيعي ان بس انا بس يا كابتن انا بس مش معترض، تحليل حضرتك سليم 100%، بس احنا ليه في مصر مش كده؟ الهدافين بيبقوا لاعيبه الخط الخلفي، باك رايت، باك ليفت، سنتر هاب، انما الوينجات في مصر بامانه انا مش هتكلم على الاهلي بس او الزمالك، لا بصفه عامه في مصر الوينجات مش واخدين حقهم. يمكن حضرتك كنت بتلعب وينج صح ولا غلطان؟ لا انا كنت سنتر هاب. كنت سنتر هاب بس انا كانوا معايا واخدين حقهم. ما عشان ماشي، بس انا الحقيقه متخيل متابعتي اخر ساعتين ثلاثه، ما اعرفش حضرتك تتفق معايا في ده ولا لا. لا انا معاك طبعا في الطريقه دي ان هم معظم يعني هنقول اللعب في الدوري المصري اعتماده الكلي على الخط الخلفي. الخط الخلفي طبعا عامل مهم جدا، هو يعتبر اللي بيحرك المجموعه اللي موجوده. بس لو انا ما شغلتش الوينجات بتاعتي انا مش هعرف اشتغل، انا كخط خلفي هتقف. مش هيبقى عندي حلولي بالظبط، هي كولابس عليك الديفنس مش هتعرف تلعب. فهي دي المشكله. وعندنا في معظم مدربين يعني اغلبيه ان هو طريقه اللعب الهاندبول العادي مش الدفاع والفاست بريك. نعم. او ان هو بيحتاج ان هو عايز يبقى فيه شغل كتير، عايز يبقى فيه يعتمد على الخط الخلفي اكتر. فانا شايف ان هم في مدربين بتعتمد على كده. في فرق تلاقي الاحصائيات بتاعتها الوينجات هي المعديه الاحصائيات، وفي فرق تانية العكس بيبقى الخط الخلفي. طبعا انا مع طبعا جزئيه الوينجات، هي طبعا عندي دي مهمه جدا. طول ما انا عندي وينجات سريعه بتسجل يبقى انت ماشي صح، بتسجل انا وبيسهل عليا الموضوع. الله ينور عليك كابتن، الله ينور عليك. معلش انا حبيت اتطرق للمعلومه دي لان دي حته فنيه يمكن. لا 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 يعني دي حته يعني فنيه يعني لا دي يعني طبعا دي حته كويسه جدا. وهو سيسا ما شاء الله عليه من اللعيبه السريعه، من اللعيبه الفايتر، اللعيبه اللي هو بيحب وبيجيد الحته دي كويس جدا. وباروندو مصمم عليه وفعلا بدا يوصله للنقطه اللي هو محتاجها في البطوله تساعد بيها المنتخب. طيب خلينا نروح على احصائيات برضو مهمه. يمكن برضه احنا مش عندنا الاحصائيات كامله لان زي ما حضراتكم عارفين لسه في مباراه بكره ولسه في مباراه شغاله في كاس الرئيس. هنخش على احصائيات المنتخبات الافريقيه من حيث التصويبات والاهداف. يعني استعرض معانا كده يا كابتن منتخب لعب كام مباراه وعمل كام تصويبه وحقق منهم كام هدف. الكونغو طبعا رقم واحد، عدد المباريات 5. على الشاشه مع حضراتكم طبعا الارقام. تصويبات 270، الاهداف 178. 66%. أنجولا 5 مباريات، عدد تصويبات 269، الأهداف 176، 65%. بعديها مصر 4 مباريات 204 تصويبة،
139 68%. هي دي تقريبا هي اعلى نسبه منتخب مصر، بس عدد مباريات تونس اعلى منه. تونس 72%، تونس 72%، تونس 177 حاطين 127. وخلي بال حضرتك ده رقم يعني يخض لما تونس عامله محاولات اقل بالزبط. وجايبه نقط قريبه منك او اهداف قريبه منك بالظبط. فالحقيقه تونس فعاليه اعلى. تونس فعلا فعاليه اعلى، تونس فعاليه اعلى. في غينيا اربع مباريات 191 126 هدف 66%. السنغال، شايف ان فرقه السنغال ونيجيريا اللي هم خرجوا من البدايه نسبهم عاليه جدا، تصويباتهم عاليه جدا. دي السنغال لعب اربع مباريات 201 تصويبه، نعم. 120 هدف 60%. نيجيريا اربع مباريات 182 نسبه، مع نسبه الاهداف 113، دي انا شايف نسبه كويسه. الراس الاخضر نفس الكلام 177 106 وهدف 60% نسبه التسويب نسبه النجاح في الراس الاخضر. طبعا يعني انا شايف ان النسب عاليه جدا. عارف يا كابتن يعني دايما يعني طبعا يعني احنا استعرضنا يمكن اكبر 8 فرق في البطوله، يمكن الارقام بعد كده قلت قوي، ولكن دايما الارقام لا تكذب، ولكن اللي انا شايفه ده لا الارقام بتكذب. يعني لما نلاقي تونس اعلى نسبه تصويب 72% ومش في الفاينل بالظبط، ونلاقي فرقه زي الراس الاخضر بتصويب نسبه تصويب 60% قل 12% من تونس وهي رقم وهي اللي في الفاينل، هي في الفاينل طبعا الارقام بتكذب. طبعا دي حقيقه. يعني 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 انا قصدي اقول ان ممكن اجيب لك جانب من الارقام يخدعك. اكيد طبعا، وده بيدل ان انا كان اي مشاهد او اي واحد شايف الارقام دي انا اقول طبعا تونس فرقه قويه جدا واقوى من مصر. تقول تونس اقوى من مصر صح، يعني انا لو انا هشوف بالاحصائيات دي احنا جايبين بس ايه عدد التصويبات والنجاح في التسجيل، فانت بالزبط. اكيد طبعا كل ما انا هشوف حاجه زي دي انا اقول طبعا تونس اقوى من مصر بكتير، بس في رقم برضو ان احنا حاطين 139 هدف، هم حاطين 127 هدف. هو برضو يعني النسبة مش النسبة برضو مش كبيرة. يعني انا مثلا 204 تصويبة هم شايط 177. فطبعا برضو يعني هو نسبته يعتبر اعلى. طب كابتن خلينا عشان احنا فاضل لنا يعني يمكن دقيقتين على الختام، بس خلينا نقول هداف البطولة مثلا، هداف البطولة بسرعة كده قبل ما البطولة من منين؟ من كونغو. الو كونغو يعني هداف البطولة من كونغو. من كونغو هو لعب خمس مباريات. اوريلين الكونغولي حاطط كام هدف يا كابتن؟ 40 هدف يا ساتر. بعديه نيجيريا، شاتومبي اسمه تشاتومبي. تشاتومبي وبعديه يوسف فاروق من نيجيريا، من نيجيريا 37 هدف. لغايه دلوقتي ما سمعتش اسمه مصر. انا مش عارف لسه. يعني سيسا 16 هدف، هو مش موجود مصر خالص خالص في يعني في الاحصائيه اللي عندنا. هو طبعا هو غايبين لغايه يعني اخر واحد من المغرب. اسماعيل اسماعيل من المغرب يعني جايب 20 هدف. يعني تقريبا كل دول مفيش ولا واحد من مصر يعني في النهائي. الراس الاخضر ومصر مش موجودين. طب ده برضو رقم يعني، هل الهداف مش جاي من مصر؟ احنا بنلعب لعب جماعي، ما برضو حاجه تدربك بصراحه. ما هي دي بقى، هو دي بتبين انا من وجهه نظري ان انت كمجموعه، واللي انا قلت من البدايه ان المدرب الاسباني روبرتو بيوزع الحمل على المجموعه كلها صحيح. فمش هتلاقي هنا طبعا هتيجي تلاقي فرقه الكونغو هتلاقي اللعيب اللي هو الورين ده جايب 40 هدف، هو تقريبا صاحب الفرقه، ما بيطلعش من الملعب. طب كابتن برضو قبل ما نختم، حراس المرمى. حراس المرمى يمكن صاحب اعلى نسبه تصديات. محمد علي من مصر بس كونه الوحيده نسبته 43%، دي نسبه عاليه جدا بالنسبه لحراس مرمى، نسبة كويسة جدا. 43% دي نسبة كويسة جدا 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 يعني. بعديه ياسين ادريسي من المغرب. ياسين ادريسي من المغرب 41%. طب ده يدل على قوة حراس مرمى مصر. لو هنيجي نبص هتلاقي ان هو محمد علي بيلعب في فرنسا، ياسين ادريسي برضو كان في فرنسا. الاثنين بيلعبوا في فرنسا. شفت يعني الاحتراف بيفرق كتير. حاجة تانية الاحتراف. شغل الاحتراف وان انت تبقى اجواء نفسها كاجواء تدريب وكاجواء حياه وعيشه، لا انت في حاجات كثيره بتتوفر لك. نعم. مش موجوده. نعم. لايف ستايل في اوروبا. طبعا لايف ستايل تاني خالص. لا حياتك كمان في يعني نقول ايه، عدد ساعات بتطير منك في مصر ما انت بتستفيد بيها هناك ما بتستفيدش بيها هنا. نعم. عدد ساعات طرق
حياتك عموما اللي هنا. مركز مركز بس انت مركز. انت بالظبط انت بتنعزل عن كل حاجه، هم كمان بيودوك في اجواء تانية خالص. اذا افضل حارس مرمى في البطوله حتى الان من وجهه محمد الاحصائيات علي. ممكن ما يدوهالهاش، بس محمد علي من مصر يجي بالظبط نسبته، ممكن يكون هو نسبته في المشاركه اعلى من حارس مرمى. بس هي نسبه، اسف، الحارس المرمى هي نسبه، شارك قليل شارك كتير هي بالزبط. نسبه بالظبط. لا بالظبط، بس هو عدد التصويبات اللي اتشطت عليه هو 23. المغرب اتشط عليه 98. لا التصديات اللي هو نجح يتصدى لها نجح 23. هو عدد التصديات 53. المغرب طبعا يوسف ادريس ده يعني تصدى ال 40 من 98. من 98 هو تقريبا ما كانش بيطلع من الملعب. برافو عليك، بس صح كده، يبقى هو ما كانش بيطلع من الملعب بالظبط. لكن محمد علي، عندنا عصام الطيار، عندنا كريم هنداوي، الثلاثه كانوا بيشاركوا طول البطوله، هم مش موجودين في الاحصائيات. ويمكن الحارس الثالث لا، في هنداوي، كريم هنداوي موجود. ترتيبه كام؟ ترتيبه هنداوي فين؟ انا مش شايف هنداوي. هنداوي تسعة. هنداوي تسعة. هنداوي التاسع. التاسع ب 33%. لا بس 10% فرقه بينه وبين محمد علي. هو اتشاط عليه 54 نفس تقريبا التصديات. هو 18 محمد علي 23. هم تقريبا النسبه قريبه من بينهم وبين بعض. التصدي الواحد بيفرق. التصدي الواحد طبعا بيفرق معاهم. يعني هم تقريبا هم اكتر تقريبا اثنين شفتهم اللي مشاركين في البطوله. محمد علي، محمد علي وكريم هنداوي. ممكن يكون عصام، محمد عصام ما شاركش كتير في المباراه دي. الطياره خد مش باين في الليسته. لا لا، هو مش موجود، مش باين في الليسته. لا كابتن، انت متعتني بصراحه والله العظيم. انا سعيد جدا بوجودك، وانا سعيد جدا طبعا ابقى موجود في بيتي ومعاكم طبعا. ودي حاجه مش جديده على النادي الاهلي، ان هو دايما ولاده مع بعض طبعا. قناتك وبيتك ومكانك وسعداء بيك. بشكرك كابتن محمد، شكرا جزيلا. كابتن محمد عبد الوارث، نجم من نجوم منتخب مصر والنادي الاهلي، بشكرك شكرا. الله يخليك كابتن عيسى. اعزائي المشاهدين، حاولنا قدر الاستطاعه نحطكم في الصوره مع بطوله افريقيا لكره اليد، وكل التمنيات بالتوفيق لمنتخبنا غدا ان شاء الله في النهائي الساعة 9 بمجمع الدكتور حسن مصطفى أمام الطرف الثاني وهو الرأس الأخضر الحصان الأسود. كل التوفيق لمنتخب مصر إن شاء الله لحصد اللقب الثامن. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر مع الأبطال.